اهلا بيكم في قناة ايميوم. انا ايمان الطحان، بعمل وصفات حلو وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الوصفات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة بقى هنعمل بسبوسة بالقشطة زي بتاعة الحلواني بالظبط. كل اللي هيدوقها هيفتكرك شارياها من بره، محدش هيصدق ان انت اللي عاملاها في البيت. هو شوية بس تركات كده هقول لكم عليها وان شاء الله هنعمل احلى بسبوسة بالقشطة. هقول لكم المقادير بالكوبايه، وفي اخر الفيديو هجمعها لكم بالكوبايه وبالجرامات برضه عشان الناس اللي بتحب تشتغل بالجرام. اول حاجه هحضر بقى القشطه الكدابه، 4 معالق كبار نشا وكوبايتين لبن. هدوب النشا كويس في اللبن على البارد. هحط 2 معلقة كبار سكر وبعدين احطها على النار، ولازم افضل اقلب علشان ما تكلكعش معايا. لو عايزين نضيف كريمة او قشطة عشان يعني نزود لها الدسم بتاعها شوية، ممكن نحط 1/2 كوباية كريمة او قشطة زي ما تحبوا. وهنفضل نقلب فيها لغاية ما تغلي. هنلاحظ ان هي القوام بيبتدي يتقل معايا بالتدريج. اول ما تغلي هطفي عليها، هغطيها بقى بستريتش ويكون يعني سطح ملامس للقشطة نفسها علشان مش عايزاها تعمل وش معايا، وهحطها على جنب لغاية ما تبرد خالص. مش ينفع ان انا استخدمها وهي سايلة، لازم تجمد خالص وتبقى مهلبية جامدة معايا كده قبل ما استعملها. هعمل بقى البسبوسة. عندي 2 سميد وكوباية سمنة ممكن استعمل سمنة فلاحي او السمنة اللي هي الجاهزة العادية دي. هبتدي بقى ان انا ابس البسبوسة. كلمة ابس البسبوسة هو ان انا اخلط البسبوسة مع السمنة بالطريقة دي بايدي كده، مش هينفع ان احنا نعملها بالمعلقة، ومش عايزين ان احنا كمان نزود فيها الخلط. يا دوب مجرد ان السميد بتاعي يتغطى بالسمنة، مش هفضل ان انا ازود الخلط عليها يعني عشان مش عايزة الجلوتين ينشفها معايا. وهحط 2 كوباية سكر و2/3 كوباية جوز الهند سواء ناعم او خشن، مش مشكلة، الاتنين حلوين، و2/3 كوباية زبادي و2 كبار بيكنج باودر. واخلط المكونات عندي بقى مع بعض. برضو مش هزود في الخلط كتير، يدوب اول ما المكونات كلها تندمج مع بعض كده خلاص هوقف خلط. يعني هو ده القوام بتاعها. هجيب بقى صينية 24 وادهنها سمنة، وهفرد 1/2 الخليط بتاعي دوت في الصينية. هوزع عندي الخليط كويس كده وهفرده بايديا. بعدين هدخلها فرن 180 لغاية بس ما الحروف بتاعتها تغمق كده او تحمر. هو بس كده هطلعها، وبعدين هجيب بقى الحشوة اللي انا كنت محضراها. خلاص هي جامدة خالص، شايفين عاملة ازاي. هبتدي بس ان انا احاول اقطعها كده عشان اعرف افردها عندي على البسبوسة. وهفرد الحشو بتاعي بقى بحيث ان انا هسيب 1 سم من الحواف ده ما يكونش عليه حشو عشان ما يطلعش معايا بره وما يتحرقش وهيبقى شكله مش حلو. اهو كده احنا فردنا الحشو بتاعنا. خلاص هجيب بقى 1/2 التاني من خليط البسبوسة اللي احنا عملناه وهوزعه بالتساوي على وش الحشو وعلى الجزء كمان اللي مفيهوش حشو بحيث يبقى السطح بتاعي كله سوا واحد.
هفرد الخليط كويس، واحاول ان على قد ما اقدر ان انا اغطي الحشو بتاعي واساوي السطح كله يكون سوا واحد يعني، عشان مش عايزة الحشو بتاعي يطلع على الوش او يتحرق وكده. هقطعها بقى عندي بالسكينة، والخطوة دي مش مهمة قوي، ممكن احنا نستغنى عنها لان هي كده كده في الفرن بتنفخ يعني التقطيعة دي بتروح بصراحة، بس انا يعني قلت اوزع بقى يعني اللوز بالتساوي، فقطعتها ووزعت اللوز وهدخلها تاني بقى في فرن على 180 لغاية برضو ما الحروف بس تحمر. في خلال الوقت ده انا هحضر بقى الشربات، عندي كوباية سكر كوباية مية، هحطهم على النار اول ما تبتدي تغلي هنزل عليهم بمعلقة كبيرة عصير ليمون ومعلقة صغيرة فانيليا، هسيب الشربات يغلي 5 دقايق كده على نار متوسطة، هنزل بمعلقة سمنة كده، خلاص الشربات بتاعي جاهز، شيله بقى من على النار كده. البسبوسة حوافها بس احمرت، هولع عليها الشواية عشان تحمر كمان من فوق. بعد البسبوسة ما تحمر خلاص كده وتبقى جاهزة معايا، هسقيها بالشربات السخن جدا وهي كمان تكون لسه طالعة من الفرن وسخنة، يعني انا عايزة الاتنين يكونوا سخنين، حتى الشربات لو برد معايا ممكن انا اسخنه، اهم حاجة عندي ان الاتنين يكونوا سخنين. وهحط كمية الشربات بتاعتي كلها لان هو المقدار ده يدوب يكفي المقدار البسبوسة اللي احنا عاملينه، يعني ما نحسهاش كتير، هو صحيح دلوقتي على الوش ظاهر كده بس هتشربوا البسبوسة وهتبقى جميلة جدا. الخطوة الجاية مهمة جدا منطنشهاش، لازم نعملها. هنطفي الفرن وهناخد بقى البسبوسة ونحطها في الفرن المطفي، نسيبهم هما الاتنين يبردوا مع بعض، يعني مش هنطلع البسبوسة من الفرن، احنا هنسيبها في الفرن السخن لغاية ما هما الاتنين يبردوا مع بعض. كده خلاص بقى البسبوسة بتاعتي جاهزة، اقطع لكم حته بقى تشوفوا معايا الحشو عامل ازاي. البسبوسه بتاعتي مرمله وجميله ومش ناشفه، ولازم بقى تجربوها. شايفين الطبقات عامله معايا ازاي؟ هستنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.